الآن يا أصحابي، في هذه المناسبة أزور إحدى المتاحف موجودة في سوراكرتا، والآن سأدعوكم جميعا لدخول هذا المتاحف مما كنتم فضوليون. هيا اتبعوني. الآن أقوم أمام المتحف راديا بوستكا على وجه التحديد في شارع إسلامت ريادي في منطقة هلاويان سوراكرتا. حسناً، سنرى هناك بعض الآثار التاريخية الموجودة في هذا المتحف. أيها الأصدقاء، الآن رأيت كثيراً من مجموعات مختلفة أصلها القديمة مثل الكريس، غرفة أركا، غرفة سيراميك، غوبلان جاوي وغيرها الكثير. هل تعرفون أن هذا المبنى كان مقر إقامة المنزلين هولنديين؟ قبل يوهانس بوسلر كان هناك يوهانس ألبرتوس ويلكينز، فتم شراؤه قبل باكبونا العاشر وأصبح المتحف حتى الآن. هنا يمكنكم رؤية أنواع مختلفة من إصلها القديمة من مناطق مختلفة في إندونيسيا، ليس فقط كريس لكن أيضا غرفة أركا، غرفة سيرامي، غاملان جاوي وغيرها الكثير. بشكل الفريد يحتوي هذا المتحف على المرحلة مصغرة سانغا بوانا. هو أحد المباني في كرتون سوراكرتا. المبنى هو أطول المبنى في سوراكرتا في الماضي مع ارتفاع 30 مترا. المبنى يكون من 5 طوابق عبارة عن برج عرضي. يقال أن المبنى يعتقد أيضا أنه مكان لقاء الملك والملكة شتي الجنوبي. هذا شخصية مهمة في قصة اختطاف ليسينتا. هذا التمثال من بقايا باكوبونا العاشر ملك كسونان سوراكرتا. طائر جارودا كبير يظهر في قصة هندوسية رامايانا. جيتايو يمرز إلى الولاء والتضحية، وهو يظهر بحياته لحماية ليعين راما. حسناً، هذه هي المجموعة موجودة في متحف راديا بوستكا. نحن كشباب اليوم يلزمون بالحفظ على التاريخ وطننا وشعبنا بأداء واجبتنا الرئيسة بقدر الاستطاعة، ولا تنسينا أن نزور هذا المتحف راديا بوستكا. هذا مني، مع السلامة.